الحقيقة جهاز المشروعات الصغيرة بيعلن عن مسابقة اسمها مفتاح مشروعك، مسابقة لدعم الشباب. ده اللي أعلن عنه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أعلنوا الحقيقة عن تفاصيل مسابقة مفتاح مشروعك اللي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبيسعى جهاز تنمية المشروعات لدعم أفضل الأفكار المتقدمة من الشباب، وبيتبنى 3 مشروعات في كل محافظة من محافظات مصر بإجمالي 81 مشروع على مستوى الجمهورية، على أن يحتضن الجهاز هذا المشروع أو هذه المشروعات ويدعمها بحد أقصى 100,000 جنيه مصري، وبيضمن نجاح المشروع. وبتقدم الوزارة كمان، وزارة الشباب والرياضة، مقررات لتلك المشروعات. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. مسابقة مفتاح مشروعك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تمويل بقيمة 100,000 جنيه من الجهاز ومقر للمشروع مقدم من وزارة الشباب والرياضة. قدم فكرة مشروع واستفيد بالمميزات الإضافية اللي بيقدمها الجهاز. 81 مشروع، 3 مشروعات في كل محافظة هيكسبوا المسابقة. فكر وقدم، مستقبلك محتاج فكرة. لمعرفة تفاصيل المسابقة والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733، أو على موقع جهاز تنمية المشروعات www.msmeda.org.eg، أو موقع وزارة الشباب والرياضة www.youth.gov.eg، أو فروع جهاز تنمية المشروعات في جميع المحافظات. مستقبلك محتاج فكرة. عموما احنا بكره ان شاء الله هيكون معانا دكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع التقييم والمتابعه بجهاز المشروعات، هنتكلم بتفاصيل اكتر عن هذه المبادره، وهنتكلم اكتر كمان على يعني طرق تبني الوزاره للمشروعات او تبني الدوله بالكامل لهذه المشروعات، وازاي اكبر عدد من المواطنين وخصوصا الشباب يقدروا يستفيدوا منها. طيب تعالوا نروح